السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نص عن هذا البرنامج كذي تحناها إن أرضي واحد هو كذا شيلني exam solutions كذا كذا شيلني إن solution ناشر يتفرض واحد اللي هي for the right angle triangle below صدق حاجة القاب قومان إيه هو س find sine theta واحد اللي نقدونا يا angle كاس sine theta طبعا angle بالله نص صور ده إنه لكن محين دورنا إنه لكن angle كم بين ربنا sine theta مركب فرقة أنجل كا أصلاً كيس ما ينو ينتريد لنا أنجل كا دين عكس هوت شيلان بحيلنا نقول إياه أبسط كبيرنا نقول إياه حقاً سجاش كا دين عكس هوت شيلان بحيلنا نقول إياه وهي بتيمس كبيرنا كان صهر بحيلنا نقول إياه مركا أرتشن كبيرنا نقول بحيلنا ده هنا حقاً ساين كيو يقول لي إياه ساين كم حاله وها لوي ساين كم حاله وها أبسط كأولو قيبيي بتيمس أو سيد كم حين هاي سنة أفر متر بين هاي سنة. لبار باي هي بتشينس كنا وقتنا عدا يوم حين نقول يا 5 متر بين نقول يا. ما كان عدا أنا سنتيتو بليك. سنتيتو حين نقول يا هي 4 لبار باي 5. متر كم متر كان يسكتها. 4 لبار باي 5. هذا نقول كأوبا هنوم حين نقول أنا وحنا نتكلم عن بس مال كذي هذا دون أنجل كيان رادينو وزيرو بند إير بي نون قنايا لأن أنجل هذا قيمي سمك إنه بانا هاي نوراني لأن مركها أنجل هذا سوق ليجي هاي أي نوراني لا ساين إم فيروس زيرو بند إيت ومعنى يقولي أنجل قيمي سوي هاي سنة وزيرو بند إيت أنجل كمان هاي سنة إيه قيمي هي زيرو بند إيريا ومبد ديجري تيب لوجو عنا يا وإم فيروس بحشية يا هاي فيروس بحشية أنجل كمان قيمي هاي سنة إن ديب ديجري لوجو عليه أنجل عانى مدام أنا كفوليت كفوليت بقى يقول لك بعدين هاي لكن لقى كاسة بتشوفين إنسان إنت هسا إنه دشلي أوكي وين كوس عارينا سؤال شيء نشان يترنا إن واحد كاتم يقول هي لورين شري sum and difference واحد كاتم هاي sum and difference identity كات sum and difference identity كم هاي لورين شري وإسكو جينتا لباح حق الله وكل دول أما كله جوين تلباح الله كل دول compound angle identity قليلها ده لباح حق الله ده كل دول تصالها and هدي مدنا A نوعي مدنا ألفا نوعي مدنا B نوعي هاي ما هي نورين شغلي sin alpha plus beta في نوع اللي هي angle كذا sin كيسة أو sin alpha أو لو رفتنا angle كوس كيسة أو كوس beta أو لو جي مركب رمحي نقال angle كذا sin كيسة نقال لما كذا كوس كيسة نقال كان كوسكيس أنكه ولا كوسكيسة ولا غرور في ذلك الضمبة سينكيس حين كوح الزونة نمركة SC بلاس CS والسين كوس إيا كوس سين لابد أن قلنا الله فلسياني إيا بيه ديه إيا الفيه بيه تهديه كوسكا إسنام حين سوق على نه و كوس ألفا ماينس بيت محين يسوي قولين شنين كوسكي سوق واحد روني والله لابد أن كوسكوك و cos alpha إيو cos beta أولوكي لبدن sin كوكو مركا أولا سكو صورفتاي sin alpha sin beta و cc ss ولا صور مينس تبلا سيني بلا سيني قانا تمينس هنا مينس كنو قانا هنا مركا انتا مركا تحسوطان سؤال شوين بدو قرنا مركا وحاليني هدي alpha أولي هاي هدي alpha عن beta أكويد انجلس أكويد انجلس محل لو تشيدا واحد لسه عشان كير هذا اللي نعيك لك أجنو لبعضن حق لوض بواحد كوتشيران واحد كوبات بكوتشيران they are in quadrant one هذا أكيد ما قشان quadrant one بكوتشيران واحد كوبات بكوتشيران هاي هذي واحد كوبات كوتشيران ماشي محل كيف هني sin كو يكوس كو يتان كو يرجال لو بيني بس ما كان ماينس كو حساب توني سوا أوكي ما كان هواي هاي ألفا إيه بيتا وين أغاني إني واحد كو إني واحد كوبات كوتشيران بين أغاني هذا هو حلين السي ساين ألف هو حلين 12 ديفاد بتيجي ماشي نوبا هن هاي وحوي هذا الأرضيو هذا إنه ساين كي هاي صنو إنه ساين ألف هاي صنو إن أرضي وسيدي بيرس وصاري هو قص ألف إيو تعرف سلوك إنه مركب فهمه ترين قال إنه ما بدي بنع هاي صنو إن عيد لا إن عكاي ما هاي صنو أو ستكي إن عصد هذا ما قنت هتصور صارت
ayaad cos iyo cos ayaan cos alpha iyo tan alpha raadis halkana ma haynaysii cos beta wuxuu leeyahay 4 5 5 marka cos beta haysan waxaan doonayaa inuu sin beta iyo tan beta si dhigo soo saari karo su'aashan ku fogaanays waxa kooda ku jiraano labada baas inta markii la isii gifin kale la isii waxa la yiri wis af using calculator adigoo calculator isticmaalay fine sin alpha plus beta iyo cos alpha minus beta okay inta aan shaqada bilaabin waxaan u baahanahay maxaa aynu xukunta haysanaa waxa la yiri weydiiyay sin alpha plus beta ma waa kan qaliyay sin alpha way ma haysanaa isaga cos beta way ma haysanaa laakiin cos alpha iyo sin beta labada ma haysanaa labada sin beta dulnadi hakan kala u kaalay marka aynu nidaahno tusaa ahaan cos alpha minus beta marka aynu u baahanahay cos alpha ma haysanaa maybe cos alpha way ma haysanaa cos beta way ma haysanaa waa kama given haye sin alpha way ma haysanaa waa given sin beta ma haysanaa ardayda marka waxaan u baahanahay inaynu fahanno kuwa maqan si qaabkii baynu baadinna kuwan maqan baynu baadin doonayna marka insha allah labada maqan baynu baadin doonayna waxaynu u baahanahay haddaba marka koowaad maxaynu haysanaa ardayo waxaynu haysanaa sin alpha wuxuu inoo leeyahay 12 divided by 13 waxaan haysanaa opposite divided by hypotenuse bay haysanaa okay opposite divided by hypotenuse mardan haysano triangle yar bayna markii la sawiranayna triangle ka markaynu sawirano wuxuu inoo noqonayaa triangle dhinacyadeyna haysanay waa dhinacyadee baynu isu dayayna markaas dhinacyadeenu haysanaa waa dhinacyadee baynu isu dayayna ardayo angalka magaciisayna markaaga ku qorayna angalka alpha ay noqoto okay ama waxaad samaysaan ba kan alpha ay noqda ka alpha ay noqda dadna dhinacyadu wuxuu noqonayaa xagasha 90 hypotenuse iyo 13 wuxuu noqonayaa kana wuxuu inoo noqonayaa isagoo maxaan dhahdaa wuxuu inoo noqonayaa opposite kii inoo noqonayaa opposite kuwa 12 yay naga maqan markaa adjacent kii bay naga maqan adjacent kan seen ku hirayna marka adjacent waxaan ku hirayna labada dhinacood isku wargeliyay waa 13 la laba jibaaray oo laga jaray 12 la laba jibaaray waa 169 oo laga jaray 104 halkaa maxay noo soo baxayaa 25 maxay noo soo baxayaa okay why marka maxay noo leegtahay 25 xididka laga saaray waa imisa waa 5 waa 5 kuwaysana waa 5 si kala ma soo saari karna oo kala labada baan ka shaqeyn doona insha Allah waxayna haysanaa marka 25 baan haysanaa oo xididka laga saaray hadaba imika dhinac maan haysanaa maxaa inagalay naga doonayna waxaynu haysanay sin alpha cos alpha coska maxaa lagu heli jiray baan odhanaynaa marka coska waxaa lagu heli jiray adjacentka maya adjacentka waa kan oo loo qaybiyay hypotenuse kana waa hypotenuse marka waynu helnay waa 5 divided by 13 ka waynu u baahayno isaga waynu haysanaa kan kale noqotay hadal maxay isaga leenisi cos beta leenisi waxaan odhanaynaa cos beta wuxuu leeyahay baan odhanaynaa 4 divided by 5 ardayo triangle baynu sawiran karnaa isaga kanoo kala waa ku identity-ga ma isticmaali karnaa oo maxaynu haysan jirnay waxaynu haysan jirnay cos squared in magaranaysay beta plus sin squared beta inuu leeyahay 1 maxaynu u baahanahay cos beta inay haysanayo sin beta inuu baahanahay deenigu soo wareejin marka coska deenna waxaan oranaynaa sin beta wuxuu leeyahay sin beta squared wuxuu leeyahay 1 minus cos square beta deedna xagga square ka saara maxay noo soo baxay sin beta xagga square ka saara 1 minus cos square beta kasna waxaan isticmaali karnaa triangle kuma isticmaali karnaa sana waxaan isticmaali karnaa waxaan rabnaa in labadaba aragno okay maxaynu dhahnaa hadaba marka ardayo sin b wuxuu inoo leeyahay 1 minus cos beta waa maxay waa 4 divided by y la laba jibaaray oo xidka laga saaray then sin beta wuxuu leeyahay 1 minus 4 laba jeer isku dhufo waa 16
شان لو جير اسكو دفتو شان يا لاباتا دينا محل هذا 1 تايمز 25 و 25 16 كغويا 19 هوسنا محينو يالا 25 عطا دونت واحد على لبدا ان واحد على لبدا ان محل ارسيم كو ريدي سا دونتو سو سارو انت وين هيسنا ماركا ساين بيت بينو ليغي ارديو ساين بيت وينو ليغي هاي 9 حيف كسار و 3 شانتن حيف كسار و مخاي و 5 ماركا لبدا ان او باهنين ان بايدو دونني ولا كوس الفا وان هيسنا ساين بيت وين هيسنا شقدو بينو سيدبيا hata wax qabsanayna qaacidadina wadi haysan soma qaacidadina ka sadii u haysan idna waan ku bedelaynaa ku fasha qadir ay ku qabanayna okay waxaan rayna salaahan aadi sin alpha halka alpha plus beta is equal to sin alpha ardayo waxaan haysana waq 12 by 3t wa 25 by 3t times cos beta waxaan haysana akid anga laba ino ahay 4 divided by 5 plus n cos alpha in hal me cos alpha 5 divided by 3t 5 divided by 3d times n and may no yala halka cos alpha sin beta me work wa 3 divided by 5 entire by isku dhufanaynaayo intan kan isku dhufanaa maxay no lagta 28 isku dhufto ay mise 48 labada la isku dhufto waa 20 iyo 6 baas labada isku dhufto waa 20 iyo 10 labada la isku dhufto waa 20 iyo 6 labada isku geey 3 iyo 6 divided by 65 kaas maxay noo leeyahay sin alpha plus beta inta si loo leeyahay okay waxaan imaaneynaa cos alpha plus beta isla maxay noo leeyahay cos alpha cos beta som cos alpha cos beta cos alpha meerdeu cos alpha in soo saarna waa 5 divided by 13 way 5 divided by 3d times cos ka maxaan leeyahay maxaan leeyahay cos alpha sin maxaa cos beta cos beta nimi cos beta waa 4 divided by 5 cos ka balaaski sumxu aha minus soo idin galka masaxay oo tolkata okay maxaa la igu doonayaa sin alpha sin beta marka sin alpha meerde waa 2 alif divided by 3d sin alpha sin beta waa kama ka 3 divided by 5 ay waa isna okay sadra did cos alpha plus beta wuxuu ino leeyahay labada isku dhufta waa imisa walaalad labadana isku dhufta waa 6 iyo 6 minus labadana isku dhufta waa 6 iyo 7 labadana isku dhufta waa imisa 65 labadana kan kala gooyna meel 6 iyo minus soo baxay waa min 16 divided by 65 anga dhawr baas ku hayo 5 markuu baas ka yahay 1 2 noqon kara in 1 1 waa 1 1 in maxaa lahaa in 2 kan imi cos ku muhiin oo yahay cos ki waa minus 5 kana waa baas oo 1 2 marka 2 2 1 2 ku jira waa cos ku waa baas 5 kana waxa jira cos ki waa maxay cos ku waa minus afna 5 ku waa minus cos ki muhiin noqon yahay koskin waa baas koskin waa minus marka waxaan sin ka ayaa plus koskuna waa minus marka aan galkii labadii aan galnay nagu dhacay waxa labadii nagu dhacay hadii tan alpha plus beta lagu weydiiyo sasakun baad sidoo shaqaynaysaa marka siyaabo kale waa lagu shaqayn karaa marka dadku wax la sawir kale quadrant kale sawir kale oo halka baad ka jeexan kartaa oo triangle ka samaysan kartaa tusaale ahaan angle-ki alpha tusaale ahaan ka ku qoro kana wuxuu noqonayaa opposite kiyo waa waaye way naga maqnaa waan idan ka idin ku qoray ee kadan ee halkan waxa gashay 9 kiimi noqonaysa in aan inci dheeraad 3 tan uu noqonayaa oo hypotenuse-ki r bay noqonayaa ee aan 2 tan bay noqonayaa cartesian plane kan wax ku sawirin kartaa hadii tusaalahan calaamad u lahaan lahaana inta aad sidan triangle ka u sawirto mar xagga calaamadaha ku xisaabtan samayn marka triangle ka in la sawirto calaamadaha waa muhiim wax way u idin fudud yahay laakiin calaamadaha inaad ku xisaabtan tan angle-ka waaxdu joogo marka aad soo saarto tusaale hadii aan lahaa minus 2 aan lahaa tusaale 1 2 1 3 kale minus aan lahaa marka aad caadi soo saarto in aan soo saarno cos waxaan aan cos 1 3 waa minus maana aan lahayn minus ma aan lahayn marka xagga calaamadaha hadii ay la yiraahdo angle-ka 1 3 ku jira ama 1 4 ku jira ama saas ku jira calaamadu waa idiin ay minus yihiin min aan lahaa
mid maynisay reeshiyada ama labadoo maynisa soo koraan oo kale marka triangle-ka ka shaqeysaan ba umar aanan ka shaqeysan si ay kale duu ma laga shaqeyn karaa imna taa triangle-kan sawirna sambayn uga shaqeynay kan marka ka shaqeyn sambay ugu dhiman plus or minus ba raayn halka ila ma plus or minus ay noo qarsan tahay ramayn ugu qarsan plus or minus ba inoo qarsan deena hadii plus kale u baahan plus kuma qaan hadii minus kale u baahan minus kuma qaan tusaale ahaan waxaan leeyahay karaab lagu jiro waxa saddexaad ku jira waa minus deena hadaan waxaan soo saarnaa sin ba soo saarnaa meel tusaale ka balan goow waxa saddexaad waa minus ba leeyahay oo saddexaad ku jira quadrant 3 ba leeyahay deena markay isna soo saarno waxaan leeyahay waxaan soo saarnaa sin angle-ku waa xadheeb ku jira waxa saddexaad sin waa saddexaad waa minus maxaan raacin lahayn minus ma qadnay imi kale imi qadnay plus ka qadnay marka xagga calaamadahan insha Allah qaar kan waan siin doonaa in xagga calaamadahan aad u ilaaliyo intee xisada xisada xigta kulmi doona oo macallin maxamed oo idin leh kafeeri wanaagsan kafeeri si wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.